السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم شباب من قناه يوم الاسره العصريه، واهلا وسهلا بمشاهدينا البيض. شرفتوني ونورتوني في القناه. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض بريوش جامد جدا ورائع وهش جدا وقطني، وبيضافه خليل جميل جدا. انا بصراحه الفكره شفتها على اليوتيوب، كان طالع ترند فعجبتني اول فكره، قلت اعملها معاكم وانفذها واشاركها مع متابعيني وحبايبي. جميل جميل جدا. بصوا يا جماعه القوام رطب وهش وجميل، هيعجبكم باذن الله. زي ما احنا شايفين اهو، يلا بينا ندخل على الطريقه والمقادير. وما تنسيش تحط لايك للفيديو وتعمل مشاركه وسبسكرايب لو انت اول مره تشوف القناه. بحبكم في الله. بسم الله على بركه الله. عندي هنا الطبق اللي انا هعجن فيه، هضيف هنا المكونات على طول. بسم الله. عندي كوبايتين من الحليب الدافي، تقدر تستخدم كوبايه من اللبن وكوبايه من الحليب، او عايزه اقتصاديه ممكن تعمليها بالميه بس تحطي لبن بودر في الوصفه. خلاص كده تمام. انا كنت مسخناهم هنا في الكاسرولة، فعندي كده كوبايتين نفس المعيار اللي هتعيري بيه عيري بيه بقيه المقادير. خلاص كده كوبايتين من الحليب الدافي، بعد كده عندي كوبايه الا ربع من السكر الحبيب. وان شاء الله كل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف بالتفصيل ان شاء الله. وبعد كده عندي معلقه ونص كبيره من الخميره الفوريه، الخميره الجافه دي يا جماعه. عندي هنا بيضه كامله وبياض بيضه، والصفار بتاع البيضه الثانيه انا شايلاه في جنب عشان ندهن بيه الوش. بعد كده هاخد نص معلقه صغيره من الفانيليا عشان طبعا زفاره البيض، وعندي معلقه كبيره من الخل. الخل حلو قوي في المعجنات، بفتح الخميره كده وخليها جميله. وعندي هنا معلقه صغيره مش مليانه من الملح. المكونات دي كلها بالمضرب اليدوي، وهخلطها لغايه ما الخميره معايا تذوب وهي والسكر. خلاص كده الخميره والسكر دابوا تماما. طبعا اللبن زي ما قلنا او ما لا تستخدميها تكون دافيه عشان تفعل معايا الخميره. عندي بعد كده بقى هضيف الدقيق واحده واحده. بصوا يا جماعه معيار الدقيق بنفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها الحليب. هضيف كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه. انا معيراهم 7 كوبايات ونص، هسيب شويه للاخر مش هضيفهم كلهم عشان برضو على حسب نوع الدقيق. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دلوقتي يا جماعه هضيف معلقه ونص كبيره من الزبده. بعد ما الزبده تدخلت كويس مع العجين هضيف بقى اخر شويه دقيق من نفس المعيار، بس انا مخليه في الاخر عشان يلموا لك العجينه ويخلوها تسيب كده من الطبق. خلاص العجينه اتلمت معايا وبقت بالشكل ده وبالقوام ده تمام. بصوا اهم حاجه هي بتسيب من ايدك، بس حاجه بسيطه. استخدمت قد ايه؟ بصوا كل الدقيق اللي كنت جايباه خدت كيلو الا ربع بالظبط، يعني بصوا دول اللي فاضلين من الكيلو، يعني انا اخدت كيلو الا ربع بالظبط. واحنا بعد كده هنقسم العجين لنصين، هنعمل نص بالشوكولاته ونص يكون ابيض. ده النص الابيض، شويه زيت بقى صغيرين كده على السطح كده من تحت. ملبن ملبن كده العجينه ما شاء الله جميله. تعال بقى نغطيها. خلاص كده العجينه البيضه هنسيبها عشان تختمر في جنب، وده النص الثاني اللي هنعمله بالشوكولاته. هاخد كده معلقه كبيره من الكاكاو الخام وكمان نص معلقه قبل ما نعجنها. شويه لبن بسيطه خالص، قطرات كده حليب عشان ندوب الكاكاو. وبالشوكولاته كمان خلاص. هبصوا هي بيبقى قوامها كده، بس هحط شويه زيت هتلاقيها ظبطت ولمت معاكي. شويه زيت صغيرين كده فيها برضو عشان نسيبها ترتاح شويه. تعالوا بينا نشوف العجين بعد ما اختمر. بسم الله ما شاء الله، خلاص كده الحجم بتاعه تضاعف. دي البيضه وما شاء الله بصوا اللي بالشوكولاته زادت خالص للضعف. نقول بسم الله كده ونشيلهم بقى من الاكياس كده. طبعا اساسا في الحر ده الحاجه بتخمر بسرعه.
ما شاء الله العجينة طرية فلة فلة كده، قوامها حلو جدا. كمل اشتغل كده، هندهن شوية زيت صغيرين. كل جزء هقطعه على 8 قطع. خلاص كده قسمت البيضة على 8 كور وكمان الشوكولاتة على 8 كور. هنبدأ بقى نفرد واحدة واحدة. عندي الحشوة اللي هنحشي بيها العجينة البيضة عبارة عن 3 قطع من جبنة مثلثات، خدتهم كده فتحتهم هنا، ونص علبة من الزبادي الطبيعي بالسكر. خدت كده نص من العبوة وهبدأ ان انا اخلطها، لان ما القوام كده يكون معايا كريمي نفردها في العجينة. انما الحشوة التانية هتكون بالشوكولاتة، دي قطع شوكولاتة كده مقطعاها هنحشيها في العجينة اللي بالشوكولاتة. نركنها دلوقتي على جنب. ناخد كده واحدة هنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاج بقى نفرد. الحشوة البيضة. السكينة وبعمل هنا فتحات. زي فتحات الكرواسون. ببدأ كده الف. الصينيه بقى اللي هدخلها الفرن دهناها بالسمنه وبعد كده بطناها بالدقيق. لا خلصتها هجيبها هنا واحطها كده في النص كده. هجيب طبق وادهنه دهنه من السمنه او دهنه من الزيت، يعني شويه زيت بسيطه كده بس عشان ايه لما نيجي نشيله ما يبقاش لازق حاجه. احطه كده هنا في النص. هكمل بقى بقيه الحشوه اللي نعمل بقى واحدة كده بالشوكولاتة. نقطة من الزيت. ناخد قطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرد كده بالطول. هضيف كده شوكولاتة على الأطراف. بقطع كده فتحات بالسكينة. طبعا هي لسه هتختمر تاني، فاحنا بنسيب هنا مسافة ما بين كل واحدة والتانية. حط واحدة كده بيضة وواحدة بالشوكولاتة. بالنسبة بقى لآخر قطعتين، أنا شايل آخر حاجة قطعة من الشوكولاتة وقطعة من البيضة. بصوا بقى احنا هنفرد كده الاتنين مع بعض. هندهن كده عادي الجبنة. هنعمل كده فتحات. رصيت كده خلاص البروش هنا في الصينيه زي ما احنا شايفين كده. طبعا يفضل لو مقاس الصينيه يكون 33، هيكون اوسع من كده شويه يكون كويس عليه. طبعا انا شلت الطبق اللي في النص وحطينا القطعه اللي احنا حطيناها الابيض مع الشوكولاته مع بعض. خلاص كده هغطيها واسيبها تختمر نص التخميره، وهنرجع نشوف المكون بقى ان احنا نحطه نخليه يختمر جدا. نيجي نبص بقى كده على البريوش بعد ما اختمر نص اختمار، ما سبناهوش اختمار كامل. دلوقتي بقى هنحط بقى المكون اللي هيخليه يزيد في الاختمار، اللي هو الياغورت او الزبادي. ده زبادي طبيعي او السكر بالفرشة كده، وهنبدأ ندهنه كده. ما يدخل بقى جواه هيساعد على الاختمار سريعا، وهيخليه بقى مرق ونافش وزي الفل. وهنقطع عليه ونسيبه بقى يختمر كمان شوية لغاية لما نشغل بقى الفرن نشوفها بقى بعد اخر اختمار. بسم الله ما شاء الله. بصوا خلاص اختمرت خالص. اخر خطوة بقى معايا هي صفار البيضة اللي احنا شلناه في الاول، ومع شوية حليب صغيرين كده وبالفرشة. وهنبدأ ندهن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة زي ما قلت انا خلاص شغلت الفرن على درجة حرارة 180. هنحطها في الرف الاوسط كده زي تسوية الكيك. بعد ما طلعت كده من الفرن حاجة خفيفة كده، يا اما دهنة من السيرب اللي هو الشربات الخفيف او مربى، يعني حاجة تلميعة كده بسيطة. بصوا ما شاء الله، بصوا طالعة خالص من الصينية.
احطها في طبق. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، البريوش نافش جدا. هنفتح كده ونشوفه كمان من جوه. مورق ونافش ومية مية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش في لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم.